من الفنان سعود سبب الرسمة هذه وش القصة اللي هم رفضوا انها تطلع ولكن ضروري تطلع والناس تعرف قصتها. تفضلوا معي. هذه الرسمة وصلت يا اخوان. من قصة الاخوة راشد وبنته يوم تعالج في الخارج ناصر وبنته وكانت هذه مناسبة اللوحة. اللوحة هذه مناسبتها ان القصة انسانية. فالقصة الانسانية لازم توظفها بالخط العربي بالهوية العربية. انا اصلا فكرة لوحتي تعتمد على الكلام. هذه اللوحة لو تحطها قدامك وبعد 10 سنوات بعد 20 سنة تتذكرها، ما هي فترة لحظية، هذه ذكرى تبقى معك. الحين انت اذا بتهدي احد كلام حلو جميل بدك تقول له، بدال ما تعطيه برسالة ولا تقول له قصيدة، لا انا ارسمك بالكلام اللي انت بدك تقول له، خلاص تبقى عنده. استاهلون. انت لو تعطيه سيارة، لو تعطيه ساعة ممكن يبيعها. طبعا ما قال سيكل ولا سيكل. حلو. قصتها ان ان اذا اذا تسمحون لي بس اعطيكم سبب ذا الصورة او الفن التشكيلي اللي رسمها اخوي الفنان التشكيلي سود بيضاء وجه من يسمع. اول شيء انا جاتني الدعوة من اخوي عادل واخوي بيجر واخوي قيصر بيض الله اجيهم. مرحبا الف. اجتمعوا الثلاثة وارسلوا رسالة وكل واحد ارسلها بصيغة. واجب علينا تلبية دعوة الطيب اللي مثلهم وشرواهم وشروا الحاضرين ومن يسمع. شرواك الطيب. اما بالنسبة لهالصورة يعلم الله انها فاجأتني من اخوي الفنان بيض الله وجه اخوي ابراهيم. بداية القصة كانت في 2019. ناصر اخوي مدير قناة الريان الفضائية، فكان ماشي في برنامج يقدم كل رمضان في تركيا تحديدا في المخيمات اللاجئين السوريين، ياخذ الحالات الانسانيه ويتكلمون عنها ويتكلمون عن الدعم المقدم من جمعيه فطر الخيريه الى المتضررين او المحتاجين. على العموم من ضمن الناس اللي قابلهم ناصر الحجه ام احمد او الحجه عيوش، خذ معها تصوير وهو رايح قال لها تمرني بشيء يا خاله، تمرني بشيء. قالت أمانة سلم لنا على العرب كلهم. قال لها أبشري يوصل السلام يوصل السلام. فحست يعني بضيقة ومسحت دمعتها. قال لها تمسحين الدمعة، دمعتش غالية. فقالت منكم وعن من شافيها ويعافيها وسافر لبريطانيا علاج سنتين ما قدر يرجع اللي صار في تركيا. يوم وصلت هناك انا اذكر انها في المنطقه هذه، فسالت قلت فيه حجه اسمها ام احمد في المكان الفلاني، عدا حيه قد الله خذ امانتها، قالوا موجوده وبنرتب لك معها موعد. قلت بيض الله وجهك. الحمد لله رب العالمين، الله اعطانا واياكم العمر ووفينا وعد اخينا وجينا الحجه، والله يعلم بما حصل بيننا وبينها، لأن هذه أشياء بيننا وبين رب العالمين. لكن هذه القصة أخونا بيض الله وجهه وجه من يسمع جسدها في هالرسمة اللي يعلم الله أنها من أجمل الرسمات اللي أهديت علي وكتب عليها. كفو الرسام وانت تستاهل. بن سفران والله بنعم، وش هالرسمات الحلوة، وش هالشغل الطيب. هذا هذه هذه الهويه العربيه. انت عندك شخص ودك تهديها، تقول لك كلام حلو. انا ارسمه بالكلام اللي انت ودك تقوله له. يا سلام. هذا شغلي. يا سلام. اعتمد على ايش؟ توظيف الهويه العربيه واللغه العربيه. بيض الله وجهك. بعدين اللوحه هذه شو ميزتها؟ ايه. الحين لو هديت لوحه ما يقدر يبيعها، هذه رسمته. يا سلام. يا سلام. يعني انت لو تعطي سياره ولا ساعه يمكن يبيعها. الله عليك. صح ولا لا؟ القيصر يحتاج الى لوحه. يبشر من عينه. والله كفو، والله انك كفو وتقول بالطول. بحط لكم سناب الحين، قولوا له يضبط لوحه القيصر. الحين كلكم روحوا له قولوا لوحه القيصر لا تقصر مع ابو زهره. الله يوفقكم، بحط لكم سناب عند الرجال، والله عنده فن ويستحق ان الواحد يدعمه لو ما يستاهل، وعنده ماده جميله تقدم كمحتوى ولا ما انزل سناب. الله يوفق.